Adriana. Sai! مو يا مو خد تعال محمد صلاح المبالغة في الفرحة وراء خسارة السعودية أمام بولندا. بسبب محمد صلاح اتحاد الكرة المصري يرفض طلب العراق. السلام عليكم، لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس. محمد صلاح المبالغة في الفرحة وراء خسارة السعودية أمام بولندا. يرى محمد صلاح نجم الزمالك السابق أن المنتخب السعودي بلغ في فرحته بعد الفوز على الأرجنتين بكأس العالم. وقال محمد صلاح في تصريحاته عبر برنامج رومنتادا على قناة المحور: منتخب السعودية فرح زيادة بعد الانتصار على الأرجنتين، ومن بولندا تحس أنهم صدقوا أنهم ممكن يصعدوا كأول مجموعة. وأضاف محمد صلاح: الخبرات سبب تفوق منتخب بولندا على السعودية الذي ظهر بشكل جيد جدا وأتمنى أن يصعد. ووصل محمد صلاح: تطور الدوري السعودي ساهم بشكل كبير في تطوير أداء لاعبي المنتخب السعودي، وحقق منتخب السعودية رقما مميزا في بطولة كأس العالم 2022 أمام بولندا رغم الخسارة بهدفين لا شيء في إطار الجولة الثانية من دوري المجموعات. بسبب محمد صلاح اتحاد الكرة المصري يرفض طلب العراق. اعتذر الاتحاد المصري لكرة القدم عن مواجهة منتخب العراق وديا في البصرة بسبب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزية. وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن منتخب مصر تلقى عرض لمواجهة منتخب العراق بقيمة 100,000 دولار بشرط تواجد النجم المصري محمد صلاح، وفي حال غيابه يحصل اتحاد الكرة المصرية على 50,000 دولار. ودفع شرط تواجد محمد صلاح بمواجهة العراق اتحاد الكرة المصري لرفض العرض والاعتذار عن ملاقاة العراق وديا في البصرة. أول تعليق رسمي من ليفاندوسكي البولندي عن غياب محمد صلاح. على الرغم من عدم تأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم في كرة القدم، إلا أن النجم المصري محمد صلاح والمنتخب المصري على السواء تواجدا بملعب الثمامة الذي احتضن لقاء قطر المنتخب المستضيف للبطولة بنظير السنغالية ضمن منافسات المجموعة الثانية من المجموعة الأولى عن طريق أمنية أحد المشجعين. فقد ظهر مشجع مصري بالمدرجات حاملا لافتة كتب عليها: كنا نتمنى تواجد صلاح والمنتخب المصري هنا، وكانت مصر لتلعب بجانب منتخبات هولندا والإكوادور مع قطر إذا تأهلت، لكن السنغال أطاحت بها بركلة الترجيح بعد أن فازت إيابا بهدف دون رد وخسارتها بذات النتيجة ذهابا. يشار إلى أن المنتخب السنغال حرم المصريين من الفرحة مرتين في شهرين مطلع العام الحالي بعد أن توج بكأس أمم أفريقيا المقام بالكاميرون على حساب صلاح ورفاقه، وبلغ كأس العالم مجددا بعد الفوز عليهما. وتختتم لقاءات المجموعة بلقاء السنغال والإكوادور وقطر وهولندا يوم الثلاثاء المقبل. شاهد ماذا قال مدرب منتخب هولندا المخضرم عن غياب مصر عن المونديال. شهدت مباراة قطر والسنغال في نهائيات كأس العالم حضور المصري محمد صلاح نجم ليفربول ولكن بشكل مختلف. وتستضيف قطر نهائيات كأس العالم 2022 من 18 من كانون الأول المقبل، علما بأنها تلعب حاليا ضد السنغال ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى. وفي مدرجات ملعب الثمامة الذي يستضيف مباراة قطر ضد السنغال، قام مشجع مصري برفع لافتة عليها صورة محمد صلاح، وعلى اللافتة كتب المشير التيك توك بالحفل الذي أقيم في دبي. وأكد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزية أن أي لاعب عربي قادر على فعل ما فعله الهداف المصري في الملاعب الأوروبية بشرط التضحية والالتزام ومواجهة الصعوبات المتوقعة. وفاز صلاح بجائزة جلوب سوكر كأفضل لاعب بالعالم بتصويت الجماهير يوم الخميس بالحفل الذي أقيم في دبي. وقال صلاح عقب حصوله على الجائزة: أي شخص قادر على فعل ما فعلته أنا، أمضيت 11 عاما في أوروبا وأستطيع التأكيد أن اللاعب العربي يملك الموهبة مثل ما يملكها الأوروبية. أخيرا الفيفا تصدر قرار رسميا بعد ظلم منتخب مصر بسبب منتخب السنغال. قد يغادر محمد صلاح ليفربول الصيف المقبل وينتقل إلى عملاق أوروبي آخر إذا تم تقديم عرض ضخم جدا، جاء ذلك وفقا لما قاله مهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز السابق نويل ويلان
أثناء تقييمه للنجم المصري صاحب 30 عاما. في أعقاب بداية متباينة للموسم للاعب وللنادي، وتحسن شكل صلاح كثيرا منذ أن سجل هاتريك في دوري أبطال أوروبا ضد رينجرز، وسجل هدفه 11 هذا الموسم في هزيمة يوم السبت أمام ليدز يونايتد. لكن تراجع ليفربول والذي يكاد يكون من المؤكد أنه يستبعد أي فرصة لتحدي اللقب هذا الموسم سيكون مصدر قلق للمهاجم. هكذا يقول ويننا، على الرغم من أن صلاح وقع عقدا جديدا مربحا لمدة 3 سنوات في الصيف لإنهاء التكهنات حول مستقبله على ما يبدو. تستمر هذه الصفقة حتى صيف عام 2025، وفي ذلك الوقت سيكون أسطورة أنفيلد في 33 من عمره. وقال نويلان في تصريحات نشرتها شبكة فوتبول إنسايدر الإنجليزية، طريقة أخرى إلى الأمر هي أنه في نهاية الموسم سيتبقى أمام صلاح 2 فقط في عقده الحالي. أول تعليق من حسن الهيدوس لاعب منتخب قطر على ظلم منتخب مصر بسبب منتخب السنغال. متعة وإثارة لا تتوقف في بطولة كأس العالم والتي انطلقت في قطر الأحد الماضي وشهدت بعض المفاجآت الكبرى، أبرزها فوز السعودية على الأرجنتين 2-1 وانتصار اليابان على ألمانيا بنفس النتيجة. وتعرضت قطر لانتقادات عنيفة من قبل الاتحاد والمنتخبات الأوروبية سواء قبل انطلاق أوروبا أو في الوقت الحالي بسبب رفضها لبعض الأفكار الغريبة على رأسها دعم المثلية وتناول الخمور في الملاعب. الفرنسي براند سيمبدونيا صاحب الخبرة الكبيرة في الملاعب الأفريقية الذي عمل لعدة منتخبات وفرق أفريقيا أبرزها منتخبات بوركينا فاسو وبنين وبوركينا وفريق النجم الساحلي وأهلي طرابلس الليبي، يتحدث لصدى البلد عن توقعاته للمنافسة في كأس العالم والانتقادات الموجهة لدولة قطر وغياب مصر عن المونديال. لكن هناك العديد من المنتخبات القادرة على الفوز بكأس العالم 2022 بجانب فرنسا مثل البرازيل والأرجنتين وإنجلترا وهولندا وإسبانيا. ما هي حقيقة انسحاب منتخب السنغال من كأس العالم بسبب منتخب مصر؟ أن النجم المصري محمد صلاح عداوة 4 سنوات مع النجم الإسباني سيرجيو راموس، وذلك خلال تواجد اللاعبين في دبي خلال حفل جلوب سوكر دبي العالمية. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات. ما هو سبب خسارة المنتخبات العربية في كأس العالم؟ لا تنسوا أن تشاركونا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.